باسم شبكة شام من الحسكة. كل التحية لك أخي سلار. حياك الله أستاذ. تحياتي لك أخي سلار، أود منك أن تطلعنا على حقيقة الأوضاع في منطقة الحسكة. نعم أستاذ الكريم، اليوم يعني في بين ساعات تقريبا في الساعة الخامسة كان هناك إطلاق رصاص كثيف في شارع القوات اللي في مدينة القامشي بالقرب من مديرية مبنى مديرية المنطقة. لم نعرف إن كان اشتباك أم ما الذي حدث، لكن إطلاق الرصاص كان يملأ ويسمع في جميع مدينة القامشلي كما أيضا في الحسكة. كان هناك تواجد أمني كثيف في قوات الأمن وعناصر الشبيحة في الحسكة المدينة، وتم تعزيز عناصر قوات الأمن بالقرب من حي ومن هذا الحي المحاصر من شهر الآن. تعزيز بعد خروج بتظاهرة حاشدة يوم الجمعة. أما في مدينة القامشلي فالتظاهرات اليوم كانت تعم معظم أرجاء مدينة القامشلي في الحي الغربي وفي حي الكورنيش وفي حي العنترية وفي حي قدوربان. قبل قليل في مدينة ديريك قام عناصر من حزب الاتحاد الديمقراطي بإغلاق المكتب الجمعية الخيرية، وكما أزالوا نافذة مكتب الجمعية وقاموا بفتح مكتبهم في السوق باسم مكتب حزب العمال الكردستاني المنطقة. يعني هذه الممارسات التشبيهية التي يقومون بين فترة أخرى يعني لم يعني لا, لا, لا نستطيع السكوت عليها. يعني قبل قليل في تريك قبل فترة كانت في مدينة القامشلي يقومون بفض التظاهرات، يقومون اعتداء على المشرق نعم. ونصل معهم أيضا إلى خطف الناشطين. طيب أما أخي ما سلار، حول أخي سلار، بخصوص حزب العمال الكردستاني وتشبيحه الدائم على المواطنين في منطقة الحسكة، هل هناك تواجد للجيش الحر لحماية المظاهرات التي تخرج بشكل يومي في منطقة الحسكة؟ نعم أستاذ الكريم، تواجد عناصر الجيش السوري يعني بطبيعة المنطقة الجغرافية يصعب عناصر الجيش السوري الحر علنا. يعني عمليات الجيش السوري الحر تقتصر على يعني كر وفر بين عناصر الجيش الحر وجيش النظام. يعني بين فترة وأخرى نرى اشتباكات عنيفة تدور بين عناصر الجيش الحر وجيش النظام. أما أن يظهر علنا ويقوم بحماية التظاهرات فهذا الشيء يعني في هذه الفترة كون طبيعة المنطقة الجغرافية هناك يعني ما زال هناك سيطرة للنظام في المنطقة، وأيضا هناك عدد قليل من المناطق المحررة التي هي في ريف الحسكة الجنوبي. هناك في ريف الحسكة الجنوبي عناصر من الجيش الحر نعم تقوم بحماية التظاهرات من أي عمل تشبيحي من نعم. حزب العمال الكردستاني أو من النظام نفسه. أما في الحسكة المدينة أو في مدينة القامشي فلا يوجد تواجد لعناصر الجيش السوري الحر. طيب أخي سلار، أود منك أن تطلعنا أكثر على الحالة الإنسانية في منطقة الحسكة، كيف يعيش الناس في ظل الحصار الخانق من قبل النظام ومن قبل حزب العمال الكردستاني؟ نعم أستاذ الكريم، يعني حرب اقتصادية بكل معنى الكلمة النظام على محافظة الحسكة، المحافظة التي تحتضن أكثر من 1000 نازح موزعين من جميع المناطق المنكوبة في سوريا، وأغلب النازحين من إخوتنا قادمين من محافظة دير الزور الآن يعانون أشد المعاناة من الوضع الإنساني. هناك حصار على هناك حصار على حليب الأطفال، النظام يعني يقوم بقطع الكهرباء. إذا مشاهدينا، فقدنا اتصال مع سلار الكردي المتحدث باسم شبكة شام من الحسكة، وقد أطلعنا بشكل واضح